وفاة الملك الإدريسي الحسن الحجام، آخر الأدارسة بمدينة فاس وأعمالها، عاش في عصر انهيار الدولة الإدريسية وظهور الفاطميين في المغرب. جمع من بقي للأدارسة من أنصار واستولى بهم على مدينة فاس سنة 310 للهجرة. ملك عدة مدن منها لواتا، صفرون، مكناسة، إلى أن تغلب عليه موسى بن أبي العافية في معركة بقرب فاس، فلجأ إلى فاس، لكن عامله انقلب عليه واعتقله، ثم أطلقه بعد أن استولى موسى على فاس، فأراد الخروج منها وتدلى من السور فسقط وانكسرت ساقه، ثم مات بعد 3 أيام، وبموته انقرضت دولة آل إدريس من فاس وأعمالها.